عند خليفة، كان توقف عند خط دفاع نادي الزمالك وداخل دلوقتي على خط وسط نادي الزمالك. محتاج تدعيم بمين تحديدا من اللاعبين، وايه اللي هيضيف اللي هيضيفه اللاعبين دول لنادي الزمالك؟ خلينا نقول يا كريم ان الزمالك محتاج النوعيتين. يمكن شاكر اتكلم ان الاهلي محتاج لعيب زي بوبو اللي هو عنده كره هجوميه، الزمالك بقى محتاج النوعين. يعني محتاج الاول الارتكاز الدفاعي، محتاج يبقى كورته كويسه وكل حاجه، ولكن محتاج برضو الارتكاز الدفاعي اللي انت تحطه كده وتبقى ايه مآمن لخط وسطك، وخصوصا في طريقه اوسوريو اللي فيها الارتكاز بيلعب بيغطي مساحات كبيره. طيب انا اختياراتي جت لمين؟ اول حاجه جت في دماغي طارق حامد لاعب اتحاد جده طبعا. فمش محتاجين كلام ومش محتاجين نحلله والحاجات اللي زي دي، فبنروح للخيار الثاني اللي محتاجين نلقي الضوء عليه شويه اللي هو مهند لاشين. نبدا بالمقارنه بين زي ما تعودنا كده بقى معانا الناس خلاص عرفوا، هنبدا بمقارنه بين مهند لاشين ودونجا اللي هو افضل ارتكازات الزمالك. يمكن مشكله الزمالك هو كان حط امال كبير على دونجا، ودونجا ما اداش الزمالك المردود اللي كان منتظر منه. هنبص هنا لمهند لاشين هتلاقي بقى ايه الخانه الزرقاء متفوقه على عماد نبيل. يمكن عماد نبيل قريب من مهند لاشين شويه في الارقام بتاعت عدد الباصات والحاجات اللي زي دي، ولكن ما يميز مهند لاشين الحاجات اللي احنا هنبص عليها وبتاكد لنا النقطه دي. القدره على المراوغه اللي هو اللعيب كواليتي في الكوره عنده، التحكم بالكوره اعلى، فهتلاقي القدرة على المراوغة هي ضعف عماد نبيل في عدد المراوغات الناجحة وعدد أو حتى عدد المحاولات كلها. نقطة مهمة جدا للكرات العرضية في إن احنا لما بتلعب ارتكاز وبتتطرف شوية ناحية أطراف الملعب أو حاجات زي كده، مهند لعيب كورة بيقدر كورته كويسة جدا، بيقدر يرسل كرات عرضية بشكل كويس جدا، فهتلاقي بيعرف يعمل كرات عرضية، بيعرف يعمل كرات طولية بمعدل أكبر كمان من دونجا، سواء عدد أو ساعات عدد ناجح، وكسب الكرات نفسه يمكن قريبين 13 و9 من 10 14 و1 من 10 أرقام قريبة. بس الالتحامات بقى هي دي، يمكن دونجا بيلم الكرة أكتر. يعني ساعات كسب الكرة ده عشان نشرحه لكل جماهيرنا، اللي هي ساعات لو الكرة طولت وانت وصلت ليها أو توقعتها ده كسب كرات، انت بولون كسبتها، ولكن في التحامات بقى، انت التحمت مع الخصم بتاعك وخدت الكرة دي، هتلاقي رقم دونجا قليل جداً الالتحامات الصحيحة مقارنة برقم مهند لاشين. يعني دونجا 18 إجمالي اللي هي معدل أقل من واحد في المباراة، ضعفه أو أكتر منه مهند لاشين. ده اللي احنا هنشوفه بالحالات، فكرة ان هو مهند أجريسيف أكتر من دونجا، وفي نفس الوقت كورته أحلى شوية كمان من دونجا، فهو خيار مميز لو الزمالك لم يتمكن من إحضار صفقة كبيرة جدا زي طارق أو لاعب ارتكاز بمواصفات خاصة يشيل وسط الزمالك اللي محتاج حد يشيله. فهنتكلم على مهند لاشين اللاعب الدولي في منتخب مصر. تعال نشوف حالات مهند لاشين بقى معانا. حالات على طول؟ حالات بقى، ما احنا كده هي حالات قصيره، هي اغلبها من يعني بتبرز النقطه اللي انا بتكلم فيها هنا، القوه في الالتحامات اللي هو ما ينقص دونجا شويه. يمكن دونجا بيكسب كرات بس ما عندوش القوه دي في الالتحامات. مهند عينه على الكوره كويسه جدا. هجيب لك بقى يعني دي كان حالتين من ماتش امبي، تعال نشوف من ماتش بيراميدز. بص يا كريم، هو ما بيخرجش بره، تركيزه دايما عينه على الكوره بشكل كويس جدا بما فيها حتى لو الخصم سابقه. بص هنا هو في ظهر الخصم بيعرف يمد رجله ياخد الكوره، دي لقطه ممكن تبقى صدفه، لا كلها من مباراه بيراميدز. الخصم مهند في ظهر المنافس بيعرف ياخد الكوره وهو في ظهر المنافس، عينه على الكوره جيده جدا جدا، ودي من الحاجات المميزه. عملها ثلاث مرات في مباراه واحده ضد بيراميدز، ان هو يبقى في ظهر المنافس ويعرف يمد رجله وياخد الكرة، دي انا بقول من الحاجات المميزه. تعال بقى بص على الكرات الطويله، دي كلها مباراه واحده بيرسل الكرات الطويله القطريه بيعملها بشكل مميز جدا. هنا من مباراه واحده ثلاث كرات رايحين لاطراف الملعب من قلب الملعب، بينقل الملعب بشكل جيد جدا. كانت الاولى لجوزيف نجويم، والثانيه هنا لعمر كمال، وهات الثالثه هتلاقيها برده لجوزيف نجويم. الله اعتقد برده بيساعد مهند بتحركاته الجيده، من اللعيبه الجيده جدا على فكره في فيوتشر برده جوزيف نجويم. ودي الكرة اللقطة الثالثة اللي أنا بقول لك بيرسل كرات طويلة بشكل مباشر، يمكن هي ما جاتش معانا. نيجي بقى للعيب الثاني اللي بيمثل إضافة هجومية لنادي الزمالك، وسط الملعب. وسط الملعب، أنا كان بقول دايما الزمالك ممكن أبرز لاعب موجود والزمالك ممكن يفكر فيه هو إمام عاشور لاعب الزمالك السابق وميتلاند. أنا يمكن بتكلم ليه طارق حامد وإمام عاشور اللي هم متمرسين في أجواء نادي الزمالك، أنت في لحظة الانتقال لا هم مروا بالمراحل دي، وطارق كمان ممكن يبقى عنصر خبرة جوه أوضة اللبس ويبقى قائد حقيقي للفريق، يعني اللي بيفتقد الزمالك حاليا في الموسم ده. هنزود بقى إمام عاشور خلاص متمرس وعلاقته جيدة بالجماهير، ولكن لو اتكلمنا عن المطالب المادية
الكلام ده، مين اللي في الدوري المصري رغم ان ناديه من انديه منافسه ولكن انا ليه اتكلمت على اللاعب اللي انا بتكلم عليه دلوقتي محمود صابر، مشاركته قليله جدا مع بيراميدز ممكن تكون وسيله للزمالك ان يتفاوض مع بيراميدز. بيراميدز عنده وليد الكارتي، عنده عبد الله السعيد ربنا يشفيه من الاصابه، عنده خيارات كتير قوي في خط الوسط مميزه قوي، فممكن يطلع لاعب على سبيل الاعاره. محمود صابر مشاركته قليله جدا مع بيراميدز، ولكن رغم المشاركات دي اللاعب عنده بوتنشال قوي جدا سواء مع المنتخب الاولمبي او سواء مع بيراميدز، وعنده الميزه اللي ممكن الزمالك بيدور عليها في امام، التسديد المباشر والتكمله الهجوميه. طريقه لعب الزمالك بتعتمد دايما الارتكازات تكمل هجوميا، يمكن محمود صابر عنده النقطه دي بقوه جدا. تعال نشوف اهداف ليه، يمكن هنا مفيش جدول مقارنه لان عدد. اقول لك معلومه بسيطه كده، جهزوا لنا جدول يا جماعه وانا مفيش جدول لان مشاركته دقائق فجبت اهداف. اقول لك معلومه بسيطه جدا تمام، محمود صابر دي معلومه اكيد يعني. اكيد عرض على نادي الزمالك من بيراميدز في بدايه الموسم اعاره بالمجان والزمالك رفض. والله ده يبقى يعني تعال نشوف لقطاته عشان نشوف كم الجرائم اللي ارتكب في حق الزمالك. اللاعب متميز جدا على فكره وسنه صغير، ده هنا مع المنتخب الاولمبي، ده هدفه في مرمى الجابون. الاولمبي هو اللي بيستلم بيعمل التمريره، هو اللي ادى لابراهيم عادل، هيروح هنا بيفنش يمين وشماله الاثنين شغالين، يعني ده اقرب بروفايل الزمالك ممكن يعوض بيه امام عاشور في حاله عدم اتاحه امام عاشور. اللاعب مسدد جيد جدا جدا جدا، ايجابي جدا على المرمى. احنا خلي بالك تسديدتين بالشمال اهو، هتلاقي بيسدد برضه باليمين، ودي النقطه اللي بتميز. ده كان هدفه في الاسماعيلي، الجونين اللي فاتوا كان بالشمال، الاهداف دي باليمين. اللاعب بيسدد بقوه بكلتا القدمين، ومشاركته الهجوميه ايجابيه جدا. ده طبعا بلاتي توريمي اللعيبه المميزه جدا، وهتلاقي دايما عنده ربط جميل كده مع ابراهيم عادل، بيعرف ياخد في المساحه، بيعرف يسدد بقوه، ايجابي جدا على الجون، ودي نقطه في صالحه جدا مع السن الصغير. محمود صابر 22 سنة، عنده قابلية للتطور كبيرة جدا، يمكن مشاركته مع بيراميدز قليلة، أعتقد بيراميدز صعب يفرط فيه تفريط كامل، معانا لقطات تانية ليه، ولكن لاعب زي ده ممكن انتقاله يتم على سبيل الإعارة والزمالك يبقى مستفيد بيه لفترة، وخصوصا زي ما قلت تاني هو ما بيلعبش في بيراميدز، في وليد الكارت، في عبد الله السعيد، فالدنيا صعبة عليه في